حاجي صار اخي؟ والله شغله بتحير لك ابو شوكات. ابو حاتم معه حق وابو كامل كمان معه حق، بس انا هالنمس مو عاجبني بالحاره منو، وخاصه لما بيتلوى مثل المنقوص وبيقول لك هلا والله ايه والله ايه علي ما علي، اذا بيتعصور قدامي هالعصوره لا اخبزه كفيه لا خليه يروح لا يمين ولا يسار. على سيره المغرز، انت واصف له شي دواء لابو ياسين؟ ايه شبو اخي؟ شبو؟ يا ريت تروح تشق عليه بالمستشفى. شو هالحكي لك عصام؟ الزلمه رجل بالدنيا ورجل بالاخره. صبت لي راسه. على مهله.